مرحبا واهلا وسهلا فيكم. احنا الان في فيينا، مش حورجيكم الشغلات العاديه اللي كل الناس بتسويها في فيينا والاماكن، حورجيكم كيف بيعيشوا اهل فيينا، الاهل السكان الاصليين. احنا الان في سبيربس، يعني في منطقه جنب المدينه. طبعا انا الان في ديستريكت 19، طلعوا المباني اللي حواليا، منطقه جميله جدا هاديه، وفي بنص الشارع زي ما انتم شايفين هذا خط القطار المقطوره، هاي الباص المقطوره او ال ار تي حسب منا، تروماي ترين. بس المباني لها رونق خاص، يعني طلعوا هذا المبنى اللي هلا حورجيك كيف حاطين اللوحة هاي بالنص، والمبنى اللي جنبه هذا المحل مشهور كتير بصناعة الورود. هاي بيتفل ندخل هيك. هذا حقيقي يا جماعة، هذا حقيقي. طبعا بشرب بعد صودا جينجر. طبعا هاي احد الاحياء السكنية الموجودة، هدوء، الساعة 2:30، يعني لا في بياع خيار ولا بياع بندورة ولا تبع غاز، هذا الهدوء. من العاصفة داون هاوسز، داون هاوسز هدول بدي اعطيكم صوتي لانه عشان تسمعوا داون هاوس محلى. طبعا هاي مقبرة يا جماعة، زي ما انتم شايفين القبور، مقبرة قديمة حكولنا عنها، شكلهم بس في ناس بدفنوهم. شوية معلومات عن فيينا. فيينا هي العاصمة تبعت، أو هي عاصمة أوستريا أو النمسا، تعتبر من أهم المدن في أوروبا. الدولة أو الإمبراطورية النمساوية كانت أحد الإمبراطوريات الكبرى في أوروبا، و خسرت البقاع وظلت النمسا الوحيدة هي. طبعا بيحكوا عدة لغات هون حسب المنطقة وقربهم. أهل فيينا معظمهم بيحكوا ألماني أو داتش، بيحكوا إنجليزي، بيفهموا إنجليزي، بس كل شيء مكتوب في الألماني تقريبا. النمسا أو المدينة هاي عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، بتعاملوا باليورو. طبعا الناس بشوشين طيبين، مش زي الكنديين، يعني ما لاحظت فيهم البشاشة تبعت الكنديين، يمكن لسه ما عاشرتهم مدة طويلة، لكن very serious. شفتهم الهدوء تام في المدينة، رحنا على وسط المدينة نفس الاشي كان هدوء تام، يعني مع انها وسط المدينة وهذا لكنها هادية. ضحك علينا هذا الولد يا جماعة، هاي طلعت مش خلعة، قال لي كسل هاي شكلها كنيسة، هاي خليها شوفوها وراي، ما بعرف هل هاي قلعة ولا كنيسة يا جماعة، خليكم. قال لي فيمس، بس هو بيعرفش كويس انجليزي الولد، الله خلينا نجرب. احسن اشي في السفر انك تجرب، تروح تكتشف، زي ما يعني هذه البلد بتعرفش حدا فيها. ايش شايفين كل الكلام بالداتش، هتفهم شو هذا. طيب لا، هذا ناس ساكنين هون يا جماعة، هذا شكلها بيوت، تشيرش يعني معناها كنيسة، هاي كنيسة، هاي كلمة تشيرش بعرفها كنيسة. شكلها هاي البوابة، شوف يا جماعة، يا الله
حلوة. صراحة مش عيش يا شباب، وين صبيع البوبو يا خيار الخيار الخيار، ولا على السيارة يا بطيخ. فيش ازعاج، فيش ازعاج. والله الورد ده مين زرع الورد هذا؟ مضيع مصاري على الفاضي. ايش احكي يا جماعة، ايش احكي؟ طلع طلع هالجمال، الهدوء اهم شيء، الهدوء يعني هدوء فوق العادة. هذا جاي مزعج، هذا طبعا الموتور، هذا ازعاج يعتبر. والله مزعج، ازعاج الجميع صراحه. طبعا لاحظتوا انه في روس كثير في البلد. هذا عباره عن الكتريك سكوتر، اسمه موجود في كل اوروبا تقريبا، وفي امريكا في بعض الولايات. هلا عم بحاولوا يدخلوه لنا في كندا. لاين على التلفون تعمل له، خلينا اورجيكم هيك على التلفون لاين اسمه، شايفينه؟ تعمل له هون سكان وبحاسبك على الساعه يعني، او على الدقيقه. اول ما بتفتح فتحه العداد زي ما بيحكوا بتدفع مبلغ، وبعدين بحاسبك على الدقائق. طبعا بتلاحظوا هون في كل الاماكن وجود حدائق عامه صغيره محندقه بين البيوت. هون لقينا بافيه اول يو كان ايت، هاي الاسعار شنوار صيني شكله. طبعا فيينا من المدن اللي اعتبرت من احسن المدن تعيش فيها في العالم، وهون كاتبين انه ميتها احسن ميه تشربها في العالم، يعني تشرب من التاب، من ميه الحنفيه. هذول المزارع العنب، الوينريز، منظر رائع جميل جميل جدا. جمال، أخي لما قال لك هاي بلد الموسيقى
والجمال صدقه. يا جماعة احنا الان في اعلى منطقة في فيينا. الجبل هذا موجود جوا المدينة، منظر رائع جدا. حوريكم اياه هلا، ضلكم معاي. هذا المنظر، ايش هذا؟ هذيك الداون تاون غاب، هاي هي فيينا. شوفوا جمالها، شوفوا خطرها يا عمي. لما ليلى مراد قالت ليالي الانس في فيينا صدقت. هذا نهر الدانوب، احد اشهر الانهار اللي موجوده في فيينا. شوفوا المقاهي اللي غادي يا جماعه، اشي رائع، خرافي خرافي. مدينه الموسيقى والجمال، مدينه الفن. It's caught in the crossfire.